تعالوا بقى استخدم الاي كريم بتاعي، ملوش بديل. الاي كريم من منتجات ملوش بديل بالنسبه لي، تمام. وهرطب منطقه تحت العين كويس قوي وحوالين الشفايف. بصوا من نفسكم مش شايفين بيبي هير ده لانه طالع لي جديد ومبهدل الدنيا، تمام. من نفسكم مش شايفينه. هنحط ميك اب كده هادي سريع من غير رموش، من غير رسم حواجب، الدنيا دي كلها. بصوا هستخدم سيرافي ماسترايزنج لوشن. عايز اوريكم قوامه زي اللوشن، تمام. بس انا بشرتي فيري دراي دراي، يعني فيري دراي جدا، فمش هينفع معايا طبقه واحده، بحط منه طبقتين. عشان كده قلت لكم هو ينفع للدهنيه والمختلطه والعاديه، كل ينفع لكل البشرات. اما اللي زي القشر هترطب منه مرتين ويمكن التالته لو القشر قوي قوي في بشرتها. فهمتوا قصدي؟ استخدم الصن سكرين من لاراش بوزيه. بناخد طبعا تمام الكميه دي حلوه قوي كده كده مفيش شمس، بس انا عشان بشرتي بتاكسد. ده الكنسيلر عشقي الجديد ده من شوباريل درجه 3، بقيت بعشقه حرفيا، تحفه. انا مش هحط فاونديشن، هحط الكميه دي. هو من متوسطه لعاليه شويه، مش فول فول كار. وبعدين عايزه اقول لكم على حاجه، في نسبه ترطيب خفيفه كده عامل زي قوام ابليم فيت مي، تمام. هو من عند اسم ستور، بس بقولكم المنشا بتاعها هنا. غير بقى ان انا مش هحط فاونديشن وهو هيظبط لي الدنيا. تعملني كلابي كلابي كلابي، انا بعتذر كلابي، مش هدين النهارده خالص. استنيت نص ساعه ما سكتوش، فاضطريت اصور. سو هستخدم بقى التنت من عندي، التنت لونه احمر، تمام. احطه هنا واحطه هنا وهدمجه بفرشه، لاني الفرشه افضل حاجه لدمج التنت او البلاشر كريمي عشان ما يتشربش. نسيت اقول لكم ان انا ثبت اصلا باللوس باودر، هوريها لكم بس لما يجي اثبت باقي البشره بقى. وبعدين استخدمت اللوس باودر دي من فلورمر درجه سيلفر سان 308، تمام. ثبت بيها كل البشره. استخدمت الباليت دي من روبي روز، تمام، اللي هي انجل سباركل. استخدمت الدرجتين دول كبلاشر والدرجه دي كبرونزر. هنا نفس درجتين البلاشر، تمام، ميكس كده ببلاندنج براش، احطهم كاي شادو خفيف خالص. استخدم الماسكرا دي من ام ان الذهبيه لاني بعشقها، تمام. واحط بطريقه كثيفه شويتين ثلاثه، يعني هو كوت واحد بس انا هكثف الطبقه شويه، تمام. شفتوا بقى رموشي لما اتعالجت وابتدت ترجع بقت قمر ازاي بعد رموش الدايمه اللي انا عملتها وقعتها لي. استخدمت سيروم تطويل وتكثيف رموش من منتجاتي، رجعت تاني الحمد لله. انا بطلت استخدمه خلاص لاني رجعتها زي ما انا عايزاها. هكمل بقى وهي استخدم فاكسنج سبراي من منتجاتي. حاجه كده خفيفه وهحط هايلايتر. هحط هايلايتر منين بقى؟ من برضو نفس الباليت بتاعت انجل سباركل بتاعت روبي روز. وهبتدي احطه كده. بصوا هو قوي جدا، مستخدمه كتير قوي على فكره. وهحط هنا عند النوز. حط بقى عند المدمعه خفيفه وتحت الحواجب. برضو الليبستيك هستخدمه من روبي روز درجه 287، في قلب الدرجه دي قوي. نسيت ارطب شفافي كالعاده. خلصنا ميك اب هادي كده وسامبل قوي في نفسه شيك قوي يعني، وابتدت التسريحه تنهار من كتر ما انا شعري طويل، ابتدت تقع منها حاجات. بس كده قولوا لي ايه رايكم. استخدم هير برفيوم من منتجاتي قبل ما اخرج. بينفع على شعر معمول، بينفع على شعر ناشف، بينفع على شعر مبلول. انتوا مش شايفين اللي انا شايفاه بس انا استحميت بيه.